عندي قطع عمرها ما ينوب عن 500 سنة. عايش فلسطين منذ عصور قديمة، آثر من خلال هذا الحاضر على جمع تراث وطنه، ليكون حاضراً في مواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد. هذا هو العم طبيلي. عايشين في زمن لازم نظهر فيه، طبونا حاولوا يطمسوا ويطمروا الشعب الفلسطيني اللي هو شعب من أرقى الشعوب. يحتفظ بتفاصيل صغيرة تروي حكاية فلسطين من جذورها، بعضها له علاقة بالحرف اليدوية وأخرى نقشتها الجدات. ولأثاث البيت الفلسطيني النصيب الأكبر، حيث لا يمكن للإنسان أن ينتمي لوطنه دون أن يعيش تفاصيل الماضي، فكل قطعة يحتفظ بها العم طبيلي تروي حكاية تعاقبت عبرها الأجيال. هاي البازة مرسوم عليها القارات كلياتها، نقش في الأزاز، يعني عن فن اللي اشتغلها فيها فن، وهذا أصلها عربية. من جوا بدل على إنه قديش عمره تاريخه. هاي القطعة يعني بحطوا فيها الشوربات وهالأشياء، هذا على المائدة، لكن هاي عمرها صناعتها أكثر من 150 سنة. ومن متحفه الصغير الذي يحمل في طياته حضارات تعاقبت عبرها الأجيال، يؤكد على إيصال رسالته المرجوة في الحفاظ على الموروث الثقافي الذي يمثل هويتنا الفلسطينية. في أشياء أثرية لفلسطين ما بصير هاي إحنا نتفرط فيها ولا نستعملها للبيع والشراء، ممكن هذا متاحف تاخذها او وزاره الاثارات تحطها عندها، لان ما كلش هذا الشيء موجود. اليوم لدينا القليل الذي يمكننا من معرفه تراثنا، لكن ربما غدا يندثر ويسرق، فعلينا ان نفخر ونحافظ على تراثنا وموروثنا الشعبي ليبقى ذخرا لهذا الوطن والاجيال القادمه.